لوحة أرقام مميزة رقمها دبي دي 5 اتباعت بسعر خيالي 33 مليون درهم. ده كان في المزاد اللي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي. القيمة الأولى اللي ابتدى بيها المزاد كانت مليون درهم، لكن المزاد رسي على بالويندر ساني رجل الأعمال الهندي. المزاد شهد مشاركة أكتر من 500 شخص واتباع فيه أكتر من 80 رقم مميز للوحات العربيات.